السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جوجل ايرث بيوفر لي صور عالية الجودة للخرائط، اقدر اعمل زوم على اي جزء انا عايزه، تبدأ تظهر لي المعلومات، اقدر اشوف ايه الحاجات اللي انا عايز تظهر. يعني مثلا سبيل زي ان انا اشوف الطرق، فيبدأ يحمد لي الطرق في كل مكان اللي انا هشتغل عليه. لو انا شلت علامة تلاقي الطرق اختفت. صور بحيث ان انا اول ما ادوس هنا يبدأ يجيب صورة متاخدة من المكان دوت. ممكن تخفي علامات الصور ديت. أماكن الوزر يبدأ يجيب لي معلومات عن المناخ الموجودة في المكان دوت وهكذا. أقدر أنا أضيف بعض الحاجات الخاصة بيا، يعني مثلا المنطقة ديت أو مثلا المنطقة دي أنا عايز أشتريها مثلا هات بليس مارك، تقدر تنقلها مطرح ما أنت عايز. تبدأ تحط وصف ليها، الاسم ليها مثلا جرين، وهنا دي خطوط الطول والعرض. هنا تختار بقى اللون اللي انت عايزه، اللي بقوله ده للون الايكون، المعلومات هي اللي انت عايز تنقلها، الرينج والطيب وكده. هقول له اوكي. هو تقدر تضيف اكتر من نقطة، هما بيبقوا موجودين هنا، تقدر تظهر وتخفيهم. ممكن تضيف هنا البرجن بحيث تحدد الحدود مثلا، وتقدر تيجي هنا تغير اللون الخط اللي بره واللون الاريا اللي جوه، وتديها نوع من انواع الشفافية بالشكل دوت، او ممكن تخليها راندم او اختار بقى زي ما عايز. تقدر تقول له انا عايز اضيف صورة مثلا معينة، عايز اضيف بس ده يعني مسار مثلا طريق مثلا بالشكل دوت. تقدر تختار له الشكل والمعلومات اللي انت عايزها. طبعا كل حاجة بتعملها بيديك زي طبقات تقدر تخفيها او تزورها. ممكن تقول له انا عايز مثلا اغير في المساحة، مثلا ممكن تقول انا عايز اشوف رولز لاين مثلا الباص، ممكن تعمل سيلكت عليه او تختار باص معين، هو يبدأ يحسب لك النسبة بتاعه قد ايه. ممكن برجن تبدأ ترسم برجن، ممكن في سيركل بالشكل دوت، هو يبدأ يجيب لك كل المعلومات الخاصة بالسيركل اللي انت رسمتها. طبعا الريزوليوشن تقدر تتحكم فيها من هنا، تقدر تسيب الصورة لما تخلصها. نقدر نعمل سيف للايمج، نقدر نيجي من هنا نقول زر للتايتل، زر للليجند، زر للسكيل اللي هو دوت، زر للكانفاس، اتش تي ام ال، كاريا، تقدر كل واحد فيهم تيجي تعدل عليها. مثلا ليجند ممكن تخفي مثلا الاثنين دول مثلا، او ممكن تظهرهم، ممكن تيجي تغير العنوان وتغير الديسكريبشن زي ما انت عايز، تغير اتش تي ام ال براحتك خالص، وبعد كده تقول له سيف ايمج. ومن هنا تقدر تضيف اي حاجه انت عايزها زي ايمج باص، فيرجن، موديل. يعني ممكن يكون عندك موديل 3D فتقول له اد موديل، وتبدأ تضيفه من على الكمبيوتر، بس لازم يكون الفيديو بتاعه DAE، فانت ترفعه على جوجل ايرث. وهنا من تولز تقدر تضيف المسطرة، تقدر تضيف تيبلز بالشكل دوت، تقدر تضيف جي بي اس، موف ميكر، وهكذا. من فيو تقدر تقول له زر الجريد مثلا بالشكل دوت، تقدر تقول له فول سكرين وفي 11 لو انت عايز ترجع تاني. ونقدر ندخل هنا في التولز اوبشن، هنلاقي حاجات كتيرة زي مثلا انت كيس كلر، شايف 16 لون ولا 16 بت ولا 32 بت. وهتلاقي في الجنرال هنا ان انت تختار اللانجوج، طبعا الاساس بتاعه حسب لغة الجهاز، بس ممكن تقول له انا عايز مثلا اللغة العربية او الانجليزية او الفرنسوية.
حسب اللي انت عايزه.